بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحييكم تحية صباحية في هذه الفترة الرائعة، في يوم من أيام التاريخ الخالد الذي سوف يظل خالدا مع الذهب في الفترة المسائية، مساء ثنايا أصحاب السمو والشيوخ الأشواط الرائعة، وفي هذه الفترة الصباحية أيضا ينطلق هذا الشوط، الشوط الثامن المخصص الجعادين الثنايا، مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع مغادر في مقدمة هذا الشوط المملوك لهجن الشحانية، وعملية تضميره عند السيد محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع المركز الأول. المركز الثاني أيها الأخوة الكرام، مايهاب وملكيته لهجن الشحانية، عملية تضميره عند السيد سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما الدور المركز الثالث. المركز الثالث التدخل هنالك يا اخوي بسام الشمري على المركز الثالث من الزاوية الاخرى، التسلل من شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وهنالك في عملية تضميره عند السيد عبيد بن حمد بن بريك المري على المركز الان الثالث. الدور المركز الرابع. المركز الرابع هنالك العابر، من مر وعبر بهذه القوة وبهذا التألق، المملوك لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، علي بن أحمد الصديق، من يتابع هذا الاسم في تضميره. بينما بدوري آخذ المركز الخامس. المركز الخامس وصول من مليح، تسلل قوي وتسلل رائع، المملوك لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير. هذه هي الخمسة الأسماء التي تحظى بإعلان للمراكز المتقدمة، ومخرجنا العزيز أبو شارب، من يتألق، من يرصد هذه الأسماء المنطلقة صوتا وصورة. المركز الأول والصدارة، الله 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 الله، أم غادر في مقدمة هذا الشوط منذ البداية، وهجن الشحانية هي من تمتلك هذه الأسماء الرنانة، وعملية تضمير مغادر عند محمد بن خالد العطية، أحد الأسماء اللي لها فعل وطاري. بينما الدور المركز الثاني هنالك شاهين، المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن حمد بن بريك الحمر المري في عملية تضميره. بينما المركز الثالث هنالك العابر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، علي بن احمد الصديق عبد الله في عملية التضمير. بينما بدوري اخذ المركز الرابع الجمري، هنالك الاسماء المنطلقة، هنالك الاسماء الباحثة عن التحدي ووصول ايضا، بينما هنالك الوصول من ميهاب لهجن الشحانية وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتابع هذه الاسماء. بينما هنالك الوصول والقوة والاثارة والتسلل واللحظات الجميلة والسعيدة، هنالك انضمام من ضمن هذه الاسماء الباحثة عن التحدي والباحثة عن الفوز وعن الانتصار، هنالك وصول وانضمام ايضا من قبل مليح، المملوك لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الامين، من يتابعه. بينما هنالك الوصول هنالك التسلل، هنالك اللحظات الجميلة من هذه الأسماء الرائعة، من الأسماء المنطلقة، وصول أيضا من مستحيل، المملوك لسمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المختوم احمد بن عبد الله بن طير بن سهيل العامري في عملية التضمير. هذه الاسماء وتغييرهن على المراكز المتقدمة. ولكن اعود مع التحدي، اعود مع الاثارة، اعود مع المركز الاول، اعود مع هم قمة هرم هذا الشوط وهذا الحضور وهذا ايضا الاندفاع القوي بدون اي اوامر. هنالك مغادر لهجن الشحانية وعملية متابعته وتضميره عند السيد محمد بن خالد بن عبد الله العطية، اخذ دور المركز الثاني، المركز الثاني يحمل الرقم 29 برزان، وصوله رائع المملوك لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني محمد بن علي بن حسين الجرحب المري في عملية التضمير. بينما بدوري انتقل الى الاسم الاخر والى هذا الحضور والى هذا التحدي من قبل شاهين من الزاوية الصعبة والزاوية هنالك الطويلة اللي هو شاهين لا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المختوم عبيد بن حمد المري في عملية تضمير. وصول ايضا من احد الاسماء مستحيل يتسلل، مستحيل في هذه اللحظات. هنالك التسلل القوي، هنالك المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المختوم احمد بن عبد الله بن طير بن سهيل العامري مع التحدي. بينما الاسماء التي بدات تنضم من الزاويه الاخرى هنالك العابر ايضا العابر لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعلي بن احمد الصديق الحاج السوداني. يلا يا اخوي يلا يا الحاج، تابع هذه الاسماء كما تابعت الكثير والكثير من الاسماء الرنانه. اعود الى مقدمه الشوط، اعود الى الجعادين ما شاء الله التي بدات تتقارب من بعضها البعض. ان دل هذا على شيء يدل على ان هذا الشوط يحتوي على اسماء قويه، يحتوي على اسماء لها ثقلها ولها تاريخها المشرف منذ السن الصغير حتى هذا العمر، وهي دائما بالسجلات الذهبية وبالنواميس والانتصارات. المركز الاول والصدارة مغادر، الله 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 الله، وهجن الشحانية وهذا الاسم وهذا الشعار وهذا اللون العنابي سلام الذي يسيطر على مقدمة الشوط ويحمل ايضا اسم هجن الشحانية. وهنالك محمد خالد العطية، الله يا سلام، الانضمام الى الكوكبة الرائعة، الى التحديات والى الاثارة والى القوة، برزان من وصل لسعادة الشيخ سعود بن فهد الثاني ومحمد بن علي بن جرحب. من يتابع هذه الاسماء الدور المركز الثالث والانضمام والتحدي ايضا والتألق من هذا البطل. هنالك وصول من مستحيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم احمد بن عبد الله بن طير بن سهيل العامري على المركز الثالث، المركز الرابع والزاويه الاخرى. هنالك الوصول من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم عبيد بن حمد بن بريك بن الحامر المري. والمركز الخامس هنالك العابر على المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم علي بن احمد الحاي. من يتابع في عملية التضمير هذه الخمسة مشاهدينا الاعزاء. ولكن الاسماء القادمة يا سلام، خمسة اسماء تلاحق الخمسة متقاربة من بعضها البعض. واقرب اسم لهذه الاسماء، اقرب اسم ظبيان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعبد الله بن نايفة. من يتابع هذا الاسم الذي بدأ يقترب من الخمس المراكز الاولى المتقدمة وهنالك الاسماء القادمة. ولكن اعود الى مقدمة الشوط، اعود الى هذه التغييرات السريعة، اعود الى هذه القوة الشاهينية التي اخترقت هنالك حاجز الصوت وانتقلت نقلة جميلة الى مقدمة الشوط. السلالة الشاهينية مع حضور شاهين، يا سلام يا سلام يا سلام، هنالك قوة هنالك تحدي مع شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبيد بن حمد. يلا يا المري يلا يا المري مشا
مشارك مع فطاحلة، مشارك مع خبراء، مشارك كذلك مع خيرة الجعادين في هذا الشوط المنطلقة. المركز الثاني هنالك والتسلل من عمق الميدان والزاوية اليمنى، يا سلام، العابر 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 الذي يتقدم، الذي يتقدم، الذي يتألق، الذي يحلق، المملوك لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وعلي أحمد الحاج من يتابع، بينما الدور دور المركز الثالث، المركز الثالث أيها الأخوة الكرام، هنالك مستحيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وأحمد بن عبد الله بالطير بسهيل العامري في عملية التضمير. وصول، وصول من قماري، يا سلام يا سلام يا قماري، أول إذاعة، أول إذاعة لقماري في هذه الفترة الصباحية، هذا القمر المنير الذي وصل مع ثالث الأسماء. هنالك التحدي والإثارة الهجن العاصفة ومتابعة حمد بن راشد بن حمد مقدير الكتبي، ووصول أيضا من شعار آخر، يا مرحبا بهذا السد، يا مرحبا بهذا السد العالي الذي وصل بقوة، التابع لهجن زعبيل وراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، من يتابع هذا الشعار الذي دائما ينجز، الذي دائما ينجز مع التحدي ومع الإثارة. والمركز الخامس مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هنالك مستحيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وأحمد بن عبد الله بالطير بسهيل العامري، الكيلو المتر النهائي، يا سلام يا سلام، الكيلو المتر النهائي، الكيلو المتر النهائي، يا لها من قوة، يا لها من إثارة وشاهين، شاهين أيها الأخوة الكرام على مقدمة الشوط، على القوة الأولى في الكادر الأول، الكادر رقم واحد، هنالك اللي هو شاهين على مقدمة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. يلا يا المري عبيد بن حمد بن بريك بل حامر المري، وصل قماري، قماري يا قماري مع المركز الثاني الآن لهجن العاصفة ومتابعته من حمد بن راشد بن حمد مقدير الكتبي، وعلى المركز الثالث هنالك وصول من مستحيل المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن عبد الله بالطير بسهيل العامري مع المركز الآن الثالث، يا سلام، الا 500 متر النهائية، شاهين وقماري، قماري يا قماري، قماري يا قماري، الله يا العاصفة، العاصفة هبت، هبت العاصفة مع قماري مع المركز الأول وشاهين، شاهين وقماري، قماري وشاهين، هجر العاصفة، هجر العاصفة يبدو أنها أقرب للناموس، ولكن شاهين عاد مرة أخرى، شاهين عاد مرة أخرى، يا سلام يا سلام، كل السلامات لهنالك تغادر إلى الحدود وتعبر الحدود، وقماري وشاهين، قماري 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 مع العاصفة، العاصفة العاصفة يا سلام، وقماري مع الناموس، قماري مع السلام، التهنئة لهجن العاصفة والتهنئة أيضا لحمد بن راشد بغدير ما نتابع اسم قماري المركز الثاني. شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثالث وصول وتعلق من هملول المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئة لفهد بن حصين. وفي المركز الرابع الوصول أيضا من ظبيان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وفي المركز الخامس مستحيل المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهنئة لأحمد بالطير العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء رأينا القوة ورأينا قماري في اللحظات الأخيرة وفي الكيلو المتر النهائي عندما استطاع قيادة هذا الشوط، وحاول أيضا أن يؤدي السلامات إلى هذه أيضا الأسطورة الكبيرة هجن العاصفة والتهاني، والسلامات أيضا لحمد بن راشد بن دير الكتبي من تألق مع اسم قماري. التوقيت الزمني إخواني متابعينا الأعزاء 13 دقيقة ثواني و12 جزءا من الثواني، بينما المركز الثاني فكان التوقيت 13 دقيقة 8 ثواني 62 جزءا من الثواني. التحية أيضا ولا والسلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وعبيد بن حمد بن الحمر المري. وفي المركز الثالث كان الفوز حليفا، والتوقيت الزمني 13 دقيقة 12 ثانية 38 جزءا من الثواني. فاجانا الحقيقة في الأمتار النهائية، هنالك هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، والتهنئة لفهد بن حسين بن فهد.